اليوم رايحين مزينة البوش، مش بس مزينة البوش، رايحين ريس. أقول لك نغطي جميع ما يحدث. أوكي، بس جميع ما يحدث وين؟ كل شيء في الدورة، في المهرجان، في المزينة. هذا لك راشد. أنا طالب لي سندويك. أنا طالب لي كورنفليكس. ما طلعناك. مش لازم. وهذا راشد. وهذه بوابة المزينة تونا داخلين. راشد شو رأيك تسوق أنت؟ اوكي احسن بدل ما تحط يدك برا وريلك داخل واليد الثاني تسوي كيف بعد ريلك حاليا الناس قاعده تتجهز للريس هذا شو مصدق؟ هذا رجبية شو يسوي هذا؟ هذا رجبون نجاب تركب على ركابه؟ هنا الرئيس الحين بيبدأ بعد شوي وهني عنده بداية الم... حصلنا هني بعض الأجانب مثل ما تشوفون هني هذي لا هذني واحد لا وين أوكي هذا واحد هني سوينا لهم جولة ورويناهم الرئيس واستمتعوا الصراحة وصوروا واستانسوا على المكان وتعجبوا طبعا أول مرة يشوفون أشياء مثل كذي أنا وراشد هني جايين نطالع أسعار القط السلام عليكم السلام كيف حالك واحد 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 كم صبروا سجيب فلوس أنا شوف أنا بيعطي 10 درهم مشان أنا أكل مثل زعفران هذا جت وصلنا عزبة صالح هني في الريس ونبى نتلاقى معاه في خلفه غير مولد مثل ما تشوفون هني هذا هني فطاميل عن صالح وهذا راعي العزبة السلام عليكم عليك السلام مرحبا صالح صالح كلمنا عن الريس عن اللي تسوونه هني شو الريس على ما تشوف هاي العزبة قدها سنتين وهذه أول مرة نمسك الفطاميل برنامج كلاوتي راعي الركاب ما يرقد الصبح ينش بدري مثل العسكرية البوشة الفطاميل الصغار يقبضن هذا الموسم شتاء تعلمهن تفطمهن أينك في البداية مش مولفات ما يعرف شيء الجت عقب الموت لكن أنت تطعمهن أنت تسقيهن وأنت كل شيء أنت تسويه بعدها ترى خلاص يتوالفن يعلم برنامجهن من ينشن قالن هي هني الدور وقت المضحى وقت المعشى وعقب المسرح عندك يسرحن الصبح ويروحن العصر ويردن هذا برنامجهن ما في شيء صعب فيهن شاركت العام أول مشاركات لي كانت بداية تعلمت وايد أشياء كلها غلط كنت أسويها في البداية مع الوقت خلاص تبدل الحين السنة هذه تعلمت شو الصح وشو الغلط ما بأرجع أسوي غلطي حق السنة اللي فاتت شو أكبر غلطة سويتها في الرئيس؟ قلت اهتمام قلت بفتح العزبة بحط عمال وأدبر عنه ما بطالعهم هذا أكبر غلط سويته الحين فتحت العزبة كنسلت أنا رتبت وعدلت فتحت مرة ثانية بتاع العمال تمت المتابعة الأولى من عندي بعد عقب من عندهم يعني كل صبح هيهو تابعهم شو يسوون شو ما يسوون شو ناقصين شو مش ناقصين نصرح معاهم نطالع البكر والقعود اللي عويق واللي محتاج علاج واللي فيه خله نعالجه اللي محتاج وسم مش محتاج وسم قبل انا لا فتح هيهو بعد شهر نزل الطعام وادبر تقول عزبة بوش ما هو عزبة الكار بعدين عرفت ان الهجن يبغي له ريال يابس شعور عادي ما كنت متحفز يوم قمت احضر الركض وطالع الناس اللي يركضون ويسبقون تحفزت كنت ابغى ادي مثله ابغى اصير واحد من حلال اللي عنده بوش يسبق فقلت ببذل الجهد وبشد حيلي ان شاء الله والتوفيق عند الله اتوقع شوف اتوقع الحلال ادنى حلالك هو اللي يسبق عندك يعني في ناس يفنشون ويقبضون المفنشات ويسبق سبحان الله وناس يشوف هاي بكرة تسوى الساوية يوم يركضها
اتفنش. وانا عندي الحين قعود اعابل واشد حيلي واطال واعالج جميع العلاجات طعام. يوم ركضته يا كيدري اخر شيء اخير تلقى شو العلاجات اللي انا كنت اعالجه شو طعام ولا طعمه زيد في غلط في غلط لاني انا كنت اطالع انه افضل حلال يعني. يوم ركضته طلع ادنى واحد بالعلاج. هني عند الاجانب صالح جايبنهم مستانزين اول مره. Good boy. Tight, tight, very good. Let's race. I want to go for a race. طالح شو سالفة الأجانب وين يا بنهم؟ هذيلا. 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 في واحد راكب هناك. هذيلا من أمريكا. في من وين هذي؟ هاي مش أمريكية. وكنا هم مقصرين فيهم. بنعلمهم كل شيء. أظن من البارحة أنا شايف إنهم عندك يا صالح. نعم بيتوني هذا. اللي ما قد ركب له قليصة والله ناقة لازم يركب. تجربة ممتعة ممتازة. اوكي حاليا احنا في شارع المليون. شارع المليون عبارة عن الناس تي هني تعرض حلالهم للبيع والناس تسوق وتروح وترد عليهم وتطالع شو عندهم للبيع ولا شيء عجبهم. وان عجبك شيء توقف تشتري تطالع تتخبر عن سعر تسوم. ان شارع المليون اللي بيعرض عنده قعدان اللي بيعرض حلال مزاين اللي بيعرض سمان اللي بيعرض كل اللي موجود يخص الحلال والبوش بتحصله في شارع المليون ولا تضيع شيء. حاليا راشد وقفنا هني حصلنا لقطة ان شاء الله تطلع حلوة. برويكم اللقطة الحين. هذه اللقطة اللي نحاول نصورها وان شاء الله تضبط. الحين انا ما شفتها بس اقولكم الحين انتم شفتوها. امس حاولنا نسوي نفس اللقطة هذه بس المشكلة اللي كان راكب الناقة كان يلعب بالتليفون. نحنا كنا بعد ان شاء الله ما يلعب. راشد حاليا مركز ما بيسوي اي اهتزاز. انا الكاميرا اللي عندي ما فيها زوم. نشوف العدسة اللي عند راشد ما شاء الله. السلام عليك. مرحبا السلام. كيف حالك؟ يا فيك. كم ساعة انت الحين ركب؟ شو؟ كم ساعة يركب الحين انت؟ انا ممكن واحد ساعة خلاص. صار له ساعة راكب يقول. اشو صبي بقى؟ فيديو. Thank you.
واو معقول اعطيتني 10 دقايق من وقتك؟ اشكرك والله على المتابعه. لا تنسى تسوي سبسكرايب لدعم القناه وقول لي ايش رايك في الفيديو في التعليقات تحت، واذا عندك اي فكره للفيديو القادم خبرني في التعليقات تحت وخلنا نتناقش مع بعض. اشكرك.